القوات العراقية تحرر مستشفى نين والأهلي غرب الموصل القديم. الجيش السوري يحرر مرتفعات استراتيجية شرق تدمر، وخبراء روس إلى المدينة لإزالة الألغام منها. الجيش اليمني واللجان يصدون هجمات لقوات هادي في المجيليس وأسرواح. اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية وحظر للتجوال في سرت. أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم. من الميدان العراقي عبدالله بدران من جنوب الموصل. ومن الميدان السوري ديما نصيف من دمشق. ومن الميدان اليمني أحمد عبد الرحمن من صنعاء. ولمتابعة هذه التطورات ينضم إلينا في الاستوديو البحث العسكري العميد المتقاعد لياس فرحات. مرحبا بكم سيادة العميد. نبدأ وإياك ومشاهدينا من الميدان العراقي، حيث حررت القوات العراقية مستشفى نين والأهلي غرب الموصل القديمة، واقتربت إلى مسافة أقل من كيلومتر من المنارة الحدبة. وفي المعارك الدائرة تم تحرير الجسر الحديدي وشارع الكورنيش بمحاذاة دجلة وعلى مشارف باب البيض غرب المدينة القديمة. إلى هذا أفاد مراسل الميادين بحرب شوارع مع مسلحي داعش في سرج خانة في قلب الموصل القديمة، وأضاف بأن القوات العراقية أغلقت الثغرة التي استغلها مسلحو التنظيم لشن هجومهم على مسجد الصواف الذي استهدف بسيارة مفخخة. تستمر القوات العراقية في تقدمها باتجاه المواقع التي تحيط بجامع النوري في السرج خانة، وكذلك بعملياتها شمال المحطة التي حررتها والتي حاول داعش المشاغلة والضغط على القطاعات العسكرية العراقية ضمن محورها في مدينة الموصل. اشتباكات مستمرة في هذا المحور، وداعش يحاول أن يستهدف طيران الجيش الذي عاد لمسرح العمليات. أعمدة الدخان هي بفعل الضربات المتكررة للقوات الجوية العراقية. داعش خسر بمحطة القطار بنية تحتية مهمة بتحريرها على يد مغاوير النخبة في الشرطة الاتحادية، وبالتالي هو حاول الضغط لاستعادتها أو على الأقل مشاغلة القوات العراقية في المحور الغربي للموصل علها تخفف من تقدمها في الموصل القديمة. من الساحل الأيمن للموصل، عبد الله بدران، الميادين. يبقى معنا من الساحل الأيمن لمدينة الموصل مراسل الميادين عبد الله بدران. عبد الله، لو تضعنا في صورة المعطيات العسكرية اليوم، أين وصلت العمليات العسكرية باتجاه تحرير مدينة الموصل بالكامل؟ نعم رامية، بالنسبة لمدينة الموصل بالكامل، القوات العراقية هي الآن تشكل خطا عسكريا يمتد من ضفاف نهر دجلة تحديدا من الجسر العتيق مرورا في قلب الموصل القديمة، حيث القطاعات ممثلة بجهاز بالشرطة الاتحادية وكذلك مغاوير النخبة والرد السريع تقاتل شمال باب الطوب باتجاه باب عراق أو حوش السراي وأزقة الموصل القديمة. هي تقترب من جامع النوري، تتحرك باتجاه المياسة في الموصل القديمة. كذلك فإن القوات العراقية تمتد بهذا الشريط العسكري إلى الموصل الجديدة في شمالها، هذا الحي الذي تحرر على يد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، تقاتل القوات لاستعادة كامل حي الرسالة. التحرك المقبل واضح جدا لقيادة العمليات الخاصة الثانية، إما باتجاه العروبة أو باتجاه النفط ضمن غرب الساحل الأيمن لمدينة الموصل. كذلك هي الحال بالنسبة للمحور الشمالي، محور الجيش العراقي الذي يتحرك باتجاه ضفاف نهر دجلة، يزيد من الخناق العسكري على مسلحي داعش على اعتبار أن الرد السريع من الجنوب يتحرك مع ضفاف نهر دجلة في الموصل القديمة ووصل إلى شمال الجسر العتيق،
والجيش العراقي يتحرك من شمال المدينة باتجاه جنوبها، ربما لا يبقي على التطويق والإسناد الصاروخي للقوات العراقية وإنما ينتقل لإدارة عملية دخول بمحور من شمالها. العمليات الأبرز هي في الموصل القديمة، وداعش دفع بمسلحيه الأجانب للإعاقة، هو حتى في الجانب الإعلامي يستعجل بإصداراته يوميا لعمليات ومسرح عمليات المعركة، آخرها السيارة المفخخة التي فتح من خلالها ثغرة باتجاه جامع الصواف ضمن غرب مدينة الموصل. ما أن شن هذا الهجوم وصد هذا الهجوم وأحبط، حتى أصدر التنظيم موقفا إعلاميا عبر وكالة أعماق التي تنشر نشاطات داعش. لذلك التنظيم يحاول أن يوسع الجبهة باتجاه القوات العراقية، يركز على جامع النوري والدفاع عنه، ويحاول أن ينقل المعركة إلى غرب المدينة قدر الإمكان بدلالة استغلاله لطبيعة الأجواء وشنه هجمات بعيدا عن الموصل القديمة في محاولة للحفاظ على جامع النوري الكبير. نعم، هذه نقطة مهمة جدا، لأنك تتحدث عن جامع النوري الكبير وله دلالة مهمة ليس فقط بالبعد الاستراتيجي، أيضا هناك رمزية عالية، ولأنك تتحدث عن يعني الاقتراب من منارة الحدباء، ولطالما ربطت الموصل بالحدباء يعني تقترن بها لدلالتها بطبيعة الحال. أين وصلت القوات العراقية من استمرار تقدمها باتجاه الجامع النوري وقد باتت على مقربة من منارة الحدباء، وكيف يعمل التنظيم أو يحاول على إبعاد القوات العراقية من هناك؟ نعم، بالنسبة لمسلحي داعش هم وسعوا من عديد أفراد المفارز، مفارز الإعاقة، من 8 مسلحين إلى 20 مسلح. الأجانب هم يقودوا إعاقة تقدم القوات العراقية باتجاه الحدباء. 700 متر هي أقرب نقطة بين القوات العراقية وهذه المنارة، تحاول القوات العراقية الحفاظ على أسلوب حرب الشوارع حصرا، حتى في تنفيذ الضربات الجوية كانت قد أبعدتها اليوم عندما استهدفت تجمع لمسلحي داعش وموقع تفخيخ في المقصبة ضمن محيط المنارة الحدباء في محاولة للحفاظ على هذا الأثر وتحييده قدر الإمكان. صحيح. عن شدة وحدة الاشتباكات بينها وبين مسلحي داعش. طبعا هي تهدف لاستعادة كامل المنارة الحدباء، وداعش يدرك هذه الرمزية وعمد إلى وضع رايتين لمسلحي التنظيم فوق المنارة الحدباء في محاولة الاحتفاظ برمزية هذا المعلم المهم في مدينة الموصل، وهو جزء من عدة معالم يحاول داعش الحفاظ عليها وإبقاء احتلاله لها. القوات العراقية هي عسكريا تقترب من المنارة الحدباء بمسافة 700 متر، هناك مفارز إعاقة لمسلحي داعش ما بين الأزقة والدور والمحلات في الطرق المؤدية إلى المنارة الحدباء في جامع النوري الكبير، سواء في شمال باب الطوب أو من المياسة أو في محيط المدينة الغربي، على اعتبار أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت الموصل القديمة، وبالتالي النقطة أو الموقع المقبل لها واضح جدا ومنطقي أنه سيكون حي العروبة إن لم يكن هناك من طارئ يحرك البوصلة باتجاه حي آخر. الاقتراب من حي العروبة وتحريره يعني أن القوات العراقية تقترب من المنارة الحدباء من 4 محاور. وعبد الله، والمنارة الحدباء الوصول إليها واستعادة السيطرة على الجامع النوري، هذا يعطي بالمعنى الميداني والرمزي بأن القوات العراقية تماما أو كأنها استعادت السيطرة عن مدينة الموصل بالكامل، صحيح؟ بالفعل السيطرة على المنارة الحدباء وجامع النوري هي الضربة الأولى ذات الرمزية والمعنى الكبير للقوات العراقية أن استعادت هذا الجامع. الجامع هذا راميا بعمر يمتد ل800 عام، بني في قلب مدينة الموصل القديمة. هذا الجامع من المعالم الأثرية في العراق، وهو ذات المسجد الذي خطب على منبره زعيم داعش أبو بكر البغدادي، وبالتالي داعش يرصد ويرى في هذا الجامع أنه الرمز الديني للتنظيم. والقوات العراقية باستعادتها لهذا المسجد توجه ضربة نوعية قد تحتل المراتب الأولى بالضربات التي يتلقاها التنظيم، سواء في أساليبه العسكرية أو في ما أراد الاحتفاظ به من آثار ورموز داخل مدينة الموصل.
بذات الوقت ميدانيا راميا، لا بد من التذكير بمقتل مسؤول وقاضي شرعي في داعش من أصول أردنية لم يتأكد اسمه حتى هذه اللحظة للميادين، هو الآن لدى الاستخبارات العسكرية العراقية التي حددت موقعه ونفذت الضربة على أساس معلوماتها وتم التحفظ على جثته لدى القوات العراقية. كل الشكر لك عبد الله بدرا مراسل الميادين على مروحة المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها مباشرة من الساحل الأيمن لمدينة الموصل. في الساحل الأيمن سنبقى، ولكن سننتقل هذه المرة لنرصده على الخارطة معك سيادة العميد. بداية كالعادة نجري تقييما عسكريا للنقاط التي وصلت إليها ولحركة التقدم للقوات العراقية إلى حيث وصلت، تفضل. هذه الخارطة تصور هنا الساحل الأيسر أو الشرقي تسيطر عليها القوات العراقية، هنا الساحل الأيمن أو الغربي لا تزال داعش تسيطر على قسم كبير من المدينة وخاصة المدينة القديمة. الجيش العراقي والقوات العراقية تتقدم من الجنوب إلى الشمال، ومن هنا اكتنفت هذه المنطقة وسيطرت على ناحية بدوش. القتال يجري حاليا على أبواب المدينة القديمة وتحديدا في منطقة جامع النوري، في هذه المنطقة التي تشن عليها القوات العراقية هجوما من عدة محاور من الشرق والجنوب ومن الغرب. جامع النوري هو نقطة رمزية جدا وعسكرية جدا ومهمة جدا لداعش، في حال سقوطه وهذا ما يبدو أنه قريب جدا ستتوجه لداعش ضربة كبيرة جدا معنوية رمزية وحتى استراتيجية كبيرة، وأيضا من الناحية العسكرية لأنه بعد جامع النوري سوف يتابع الجيش العراقي تقدمه في الشوارع الضيقة مستفيدا من عناصر المغاوير والقوات الخاصة المدربة على قتال الشوارع والتي يستخدمها في قتال الشوارع في هذه المدينة، بالإضافة إلى كما شاهدنا في التقرير قبل قليل طائرات هليكوبتر تقدم بعض المساندة الجوية القريبة، ولو كان هناك أعداد كبيرة من الهليكوبتر الأمريكية تقدم مساندة جوية قريبة يعني على حد مسافة 50 متر تقريبا للوحدات المتقدمة لكان الوضع أفضل، لكن الجيش العراقي يستعمل طيران الجيش وتحديدا المتوافر من طيران الجيش. نعم. يعني تعيق حركة الطيران أيضا يعني الحربي إلى حد ما، لكن ولأنه تحدث عن المدينة القديمة. نعم. سيادة العميد، والمنارة الحدباء لها خصوصية يعني القوات. نعم. العراقية تعي ذلك أكثر من. نعم. تنظيم داعش، يعني هي المنارة الوحيدة التي بقيت في مكانها. نعم. من مجموع الجامع تتعامل. نعم. معه في طريقة مختلفة، الطيران ألا يؤثر؟ بالطبع يؤثر، أتكلم عن المساندة الجوية القريبة أي يعني المساند الوحدات متقدمة من على مسافة قريبة نحو 50 متر، وهذا ما يسرع عمل التقدم، وهذا معروف في العلم العسكري والهمات الأساسية لأي طيران الهليكوبتر closed fire support مساندة جوية قريبة للوحدات من أجل أن تتقدم. تستعمل المتوافر من طائرات هليكوبتر في الجيش العراقي من أجل تسريع التقدم ما أمكن، وأن القتال هنا يجري قتال شوارع بوحدات خاصة وليس قتال تقليدي بوحدات مشاة مدرعات كما كان الحال في الجنوب العراقي في جنوب الموصل أو في بعض مناطق الشرق. اليوم نوع القتال يتغير، ويبدو أن الجيش العراقي والقوات الخاصة لها خبرة، أصبح لديها خبرة كبيرة في العمليات في الشوارع، وأن داعش بات يعني يبتلع الهزيمة تلو الأخرى. إلى أي حد هو بات مكشوف الأساليب والأدوات بالنسبة للقوات العراقية، وبالتالي التعاطي بشكل بات أفضل أسهل تكتيكيا حتى بالنسبة للقوات العراقية؟ يعني فقد داعش عنصر المفاجأة، القوات العراقية تعرف أن داعش موجود في النقاط معينة وتهاجم هذه النقاط، موضوع المفخخات وموضوع السيارات وموضوع الأحزمة الناسفة بات موضوعا معروفا، لذلك القوات الخاصة تتخذ حذرها، تطلق النار على أي هدف شبابية، على أي آلية تتحرك، عندما تشك بأي مفخخة تفجرها إما عن بعد أو تتقدم، في حال تقدمت إليها تستدعي عناصر الهندسة للتعامل معها. يعني هذه الأساليب كلها باتت مكشوفة ومعروفة من قبل القوات العراقية. يحاول كما فهمنا من الزميل عبد الله بدران أن يحيد العمليات باتجاه المدينة باتجاه الموصل القديمة، الاقتراب من هذه النقاط التي يعني تحدثنا عن أهميتها.
يستخدم السيارات المفخخة، هل يمكن أن نرى أساليب أخرى لأهمية المكان تنظيم داعش يستخدمها، وكيف يمكن أن نرسم إطار العمليات بالنسبة للقوات العراقية بالمقابل؟ لا أعتقد أن داعش بات في وضع يعني يسيطر على مجرى المعارك ويحدد اتجاهات تقدم القوات، ليس الأمر بيده تماما. عندما تتخذ القيادة العراقية قرارا بالهجوم من الجنوب إلى الشمال، نفذت هذا القرار وسيطرت على حمام العليل ثم على المطار ثم وصلت إلى قرب جامع النوري وسوف تتقدم إلى الشمال. لم يستطع داعش أن يغير اتجاه الهجوم، ربما تسلل إلى الجانب الشرقي أو الأيسر، ساحل الأيسر بعض الأحيان لإلهاء القوات العراقية، لكن الخطة العامة للقوات العراقية بقيت تماما، وبقي القوات تنفذ الخطة العامة من دون أن تتأثر بمحاولة داعش بإلهائها. لذلك من المرتقب أن تستمر أعمال القوات العراقية في الزحف شمالا ولو ببطء، لأن المنطقة منطقة شوارع ومنطقة سكنية، وطبعا نحن سمعنا كثيرا عن مشاكل السكان المدنيين وكيف أن قسم من القوات العراقية بات يعني مكرسا من أجل خدمة السكان المدنيين وإخراجهم من مناطق النزاع إلى مناطق لجوء أأمن لهم في الساحل الشرقي. طيب، ذكر عبد الله بدران مراسلنا عديد من النقاط التي ستكون ضمن المحاور التي يعمل عليها تباعا او تعمل عليها تباعا القوات العراقيه، وتحدث عن العروبه من بين الاحياء هذه الاحياء في هذه المنطقه، هذه الاحياء العروبه واليرمو هي في هذه المنطقه التي يتحدث عنها. هنا طبعا هناك احياء كثيره، نحو اعتقد انه يبقى نحو 60 حي، يعني كلمه حي هنا لا تعني ان حي كبير، يعني هي احياء أعتقد الموصل بكاملها من فوق 100 حي يعني. لذلك هذه الأحياء التي يتقدم عليها الجيش العراقي في هذه المنطقة، لكن كما ذكرنا آنفا يبقى جامع النوري هو قال أنه يعني حي العروبة من الأحياء التي بالفعل إذا ما تم استعادة السيطرة عليها ستكون حاسمة باتجاه استعادة السيطرة على الجامع النوري. المهم الوصول إلى يعني الموصل القديمة في هذه المنطقة، هي طبعا هناك أزقة وقتال سيكون أصعب، لكن داعش سوف يكون منهك وينسحب إلى هذه المنطقة وإمكانية الدفاع لديه تتراجع، فعالية جهازه الدفاعي تتراجع في منطقة الموصل القديمة، والقوات العراقية تكون تتقدم بزخم شديد لأن لديها عنصر المناورة، لديها عنصر تبديل القوات، التموين بالذخائر والأسلحة، طلب مساندة جوية، يعني تجديد القيادة والوحدات، هذا من لصالح القوات العراقية في التوازن بين المهاجمين والمدافعين. ولو رصدنا وإياك سيادة العميد للمشاهدين التكتيكات التي يمكن أن نراها للتعامل على الأرض بالنسبة لأحياء الموصل القديمة، ما هي هذه التكتيكات؟ كيف نراها، وإلى أي حد يعني كل القوات العراقية أو هذا منوط به يعني بعض منها تمتلك تلك الخبرات لتنفيذها في على الأرض؟ يعني التكتيكات سوف تتكل بشكل أساسي على الكثافة النارية، سوف تقوم القوات العراقية بقصف شديد على الأماكن المقابلة وثم اندفاع للوحدات الخاصة للسيطرة واستغلال يعني ما يصيب من انهاك لداعش ودمار وربما إصابات كثيرة بين المقاتلي داعش بالأرواح وجرحى وقتلى وانهماكهم بذلك لكي تتقدم بسرعة. الكثافة النارية لا تزال مطلوبة وبقوة، ومن صواريخ ومدفعية وربما. من هي الأجهزة التي ستعمل ربما على الأرض في المدينة القديمة من القوات العراقية في المدينة القديمة؟ المدينة القديمة قوات خاصة مع مساندة نارية كثيفة، يعني من المرتقب أن تكون راجمات الصواريخ وفي هذه المنطقة والمدفعيات الميدان التي ترمي يعني بهامش خطأ نحو 100 متر أو 50 متر، وهذا مهم جدا في المدافع الحديثة لكي تؤمن المساندة الجوية المساندة الأرضية النارية للقوات أثناء تقدمها. طيب، ستبقى معنا سيادة العميد وسننتقل وإياك إلى الميدان السوري. إذا مشاهدينا، حرر الجيش السوري مرتفعات جبل مستديرة الاستراتيجية وسلسلة جبال المزار شمال الشرق تدمر في ريف حمص. في غضون ذلك وصل أكثر من 150 مهندسا عسكريا روسيا إلى سوريا للمساعدة في إزالة الألغام من المدينة مدينة تدمر، وذلك وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. علي مرتضى. Thank you.
لا يبدو أن السيطرة على كامل مدينة تدمر هي الهدف الوحيد لقوات الجيش السوري وحلفائه في تلك المنطقة. بات ضروريا للمدينة التي حررت للمرة الثانية من يد تنظيم داعش تأمين حدودها بما يمنع أي هجمات عليها في المستقبل. في المدينة باشر 150 مهندسا عسكريا روسيا مهمتهم لتطهير تدمر من الألغام التي زرعها تنظيم داعش. وزارة الدفاع الروسية كشفت أن المهندسين العسكريين أحضروا معهم عتادا خاصا ومجموعة من الكلاب المدربة لمؤازرة الجيش السوري في تأمين المدينة. الجيش من جهته أكمل معاركه خارج المدينة حيث أحكم سيطرته على منطقة وادي أحمر ووصل تقدمه في ملاحقة مسلح تنظيم داعش شرق المدينة مستعيدا قلعة الهري على بعد 9 كيلومترات شمال شرق تدمر، فيما حرر أيضا مرتفعات جبل المستديرة الاستراتيجية وسلسلة جبال المزار شرق مدينة تدمر 15 كيلومترا مستعيدا مستودعات النقل. الطائرات السورية نفذت سلسلة غارات على تجمعات وتحركات لداعش في محيط السخنة الأرك جباب حمد ومحيطها جنوب الصوانة بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى تدمير 3 مقار للتنظيم وعشرات العربات المدرعة في خطوة قد تمهد الطريق أمام الجيش السوري لإكمال هجومه نحو السخنة، ما يعطي حيز أمان للمدينة بطول ما يقارب 50 كيلومترا ويؤمن قاعدة انطلاق للقوات العسكرية نحو دير الزور المحاصرة مستقبلا. نقلت مراسلة الميادين عن مصادر أن ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي بريت ماكجوريك زار منطقة عين العرب كوباني والتقى فيها عددا من قادة قوات سوريا الديمقراطية لبحث إطلاق معركة مدينة الرقة، ووعد بإرسال المزيد من الأسلحة وعناصر المشاة لدعم حملة قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش. مسؤول أمريكي عسكري كان قد أعلن أن بلاده قد تنشر ما يصل إلى 1000 عنصر إضافي من المارينز في شمال سوريا بموجب خطط أولية لوزارة الدفاع الأمريكية. وقال المسؤول إن القوات لن تقاتل على نحو مباشر ولكنها ستؤدي دورا داعما في شمال سوريا، وقد يشمل ذلك إرسال بطاريات مدفعية إضافية واستخدام منصات إطلاق الصواريخ. ومعنا من العاصمة السورية مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف. ديما، سنبدأ بما له علاقة باستمرار العمليات بالنسبة للجيش السوري وحلفائه خارج مدينة تدمر، ما الأفق والأهداف المرصودة لهذه العمليات؟ طبعا هذه العملية يعني تستكمل ما بدأه الجيش السوري باستعادة المدينة الأثرية والبلدة القديمة في مدينة تدمر، وبالتالي كانت هذه الأولوية الأساسية بالنسبة له كي يجنب هذه المدينة إمكانية أن يقوم داعش بأي عمل تخريبي أو ربما أن يكون هناك أسوأ مما طال المدينة من التخريب أو من التدمير. لذلك كانت الأولوية في الحصول على المدينة ومن ثم توسيع العمليات كما ذكر التقرير. طبعا العملية هي تتوجه في محورين، أو يجب بحسب المعلومات الأولية بأنه يجب أن تتحرك في محورين. محور أول يجب أن يتحرك نحو السخنة، لأن السخنة لا تزال التي تقع إلى شمال تدمر هي المعقل الأساسي والرئيسي لداعش، والتي اتخذ منها منصة للهجوم في المرتين على مدينة تدمر، وبالتالي لا يمكن تأمين الاستعادة العسكرية لتدمر من دون أو حتى مع وجود الخبراء الآن من أجل فك الألغام أو حتى مسح الألغام في المدينة من دون القضاء على داعش في مدينة السخنة. وأيضا المحور الآخر الذي يجب أن يتوجه بحسب أيضا التقديرات العسكرية نحو الطريق الواصل إلى الطريق البري الواصل بين تدمر ودير الزور، وأن يكون هناك قوة برية ربما تستطيع أن تصل إلى مدينة دير الزور من أجل فك الحصار عن الحامية التي الموجودة هناك والمحاصرة منذ أكثر من عامين من قبل تنظيم داعش، والتي لا تزال حتى اللحظة هي تقوم بمعارك واشتباكات يومية من أجل استعادة النقاط التي تمكن داعش من التقدم إليها منذ حوالي الشهرين عندما شن هجوما واسعا وتمكن من اختراق العديد من النقاط في مدينة دير الزور. هذا هو الهدف الأساسي للعملية العسكرية. طبعا العملية ليست سهلة، هي منطقة صحراوية، منطقة مفتوحة، لذلك التقدم فيها هو أشبه بالقدم التدريجي والتقدم البطيء، ولكن لا تزال على الأقل حتى مع تقدمها البطيء هي عملية لم تواجه أي
هجوم معاكس أو مضاد من داعش أو حتى محاولة لاسترداد أي من النقاط التي تمكن الجيش السوري وحلفائه من التقدم إليها. ديما، سننتقل إلى شمال شرق سوريا تحديدا لما تم من لقاء، ويعني نقلت من خلالكم معلومات لمصادر للميادين بهذه الزيارة لممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي في عين العرب كوباني، والتقاء عدد من القادة في قوات سوريا الديمقراطية. ما الذي نملكه أكثر من معطيات إن كان لدينا، والأجواء حتى الآن في محيط الرقة، ما الجديد حولها؟ طبعا يعني ان تاتي شخصيه يعني بحجم بريت ماكارك للقاء قيادات كرديه، هذا يعني الى اي حد الولايات المتحده تضع ثقلها في هذه المعركه. طبعا هو ليس اللقاء الاول وليست الزياره الاولى لهذا لممثل الرئيس الامريكي في التحالف الدولي، كان له زياره في ايار العام الفائت، التقى خلالها رئيس الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم محمد، وحينها كان الحديث عن امكانيه التحضير لمعركه الرقه ولمعركه منبج، لأنه حينها لم تكن القوات سوريا الديمقراطية قد تمكنت من استعادة منبج، وبالتالي كان هناك إلحاح من قبله على الوحدات الكردية أن توسع من وجود العربي ضمن قوات سوريا الديمقراطية. وكان يعني وفهم وقرئ يومها ذلك بأنه طمأن للأتراك الذين اعتبروا أن توجه الوحدات إلى غرب الفرات هو بمثابة يعني النيل من المحرم التركي أو من الخط الأحمر التركي. طبعا هذه الزيارة أيضا تأتي بعد زيارة سرية قام بها جوزيف فوتيل، وهو قائد القوات وقائد المنطقة الوسطى في القوات الأمريكية، الشهر الماضي إلى أيضا شمال سوريا، والتقى أيضا قيادات كردية وتم الحديث عن معركة الرقة. طبعا بعد هذه الزيارة كان هناك حوالي 150 مدرعة أمريكية من فئة مراب، وأيضا كان هناك وصول لبطاريات المدفعية M777 والتي تم نشرها في قاعدة خراب عشق وهي إلى الجنوب من عين العرب، وهي نفس يعني القاعدة الأمريكية التي التقى فيها بريت ماكارك بصالح مسلم محمد. طبعا هذا في سياق الدعم الأمريكي الهائل الذي يقدم للقوات الكردية من أجل معاركها يعني ضد داعش في الشمال السوري، وأيضا تكريس للوجود الأمريكي بشكل أو بآخر في الشمال السوري الذي بات يملك أكثر من 6 قواعد أو حوالي 6 قواعد عسكرية، بينها قاعدة جوية في مطار ميلان الذي أيضا تم تأهيله وإعادة يعني ترميمه لي، وأيضا كان هناك العديد من الطائرات التي تمكنت من النزول فيه. نعم. وطبعا وضعت فيه أيضا مستودعات للأسلحة، وبوجود وطبعا في سياق الدعم الكردي من أجل مدينة الرقة، على اعتبار أن تأمين الأرياف الشمالية والغربية والشرقية لهذه المدينة قد تقدمت فيها بشكل كبير قوات سوريا الديمقراطية إلى جانب قوات العشائر العربية التي ضمتها واشنطن إلى. نعم. هذه القوات. كل الشكر لك ديما نصيف، مديرة مكتب الميادين في دمشق، كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية. من جديد للقراءة العسكرية على الخارطة إليك سيادة العميد. نحن نرصد هنا في الخارطة في الجزء المخصص بما يحيط بالرقة، وتحديدا أيضا في الجزء الآخر محيط منبج وما بعد الباب في أرياف حلب. سنبدأ من الرقة بما كانت تتحدث حوله زميلة ديما نصيف. إلى أي حد نحن نتحدث عن ظروف تشي بالفعل بما يحضر أو بقرب ما يحضر باتجاه مدينة الرقة؟ يعني الرقة هنا، هذه الرقة، و القوات سوريا الديمقراطية انطلقت من عين عيسى واستطاعت التقدم جنوبا وباتت على نحو 20 كيلومتر من الرقة. المشكلة القوات سوريا الديمقراطية للرقة هي أن توازن القوى بين هذه القوات وبين داعش يميل حتى الآن لمصلحة داعش، لذلك نرى تحركات أمريكية من أجل تعزيز القوى البشرية والتسليحية لقوات سوريا الديمقراطية. وعندما نقول تعزيز القوى البشرية هو رفدها بعشائر عرب، لأن الرقة هي مركز محافظة وغالبيتها الساحقة من العرب. صحيح. وأي احتلال كردي لها سوف يؤدي إلى مشاعر معاكسة لمجرى الأحداث السياسية، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة. اليوم الرقة حتى الآن القوات السورية الديمقراطية ليست مؤهلة وفقا للتوازنات بالدخول الرقة. وما هل يجعل هذا التحشيد الجديد الأمريكي بالعتاد والعتيد من تلك القوات مؤهلة عسكريا ولو بالحد الأدنى لفتح مثل هكذا معركة؟ يعني ليس يعني
ليس قوات سوريا الديمقراطية جيش نظامي قديم يعني وله تاريخ وله تراث، هو تركيبة وتجميع، لذلك تجميع من عشائر ومتدربين حديثا، والنظام القيادة والسيطرة لا يزال غير فاعل. يعني نحن نتحدث عن معركة ضد عاصمة داعش، عاصمة الخلافة، وهذا أمر مهم جدا. لذلك أعتقد أن التحضيرات الأمريكية، طبعا الولايات المتحدة سوف تقدم دعم جوي كبير، ونرى أن 150 آلية مرب التي تحدثت عنهم ديما هذه نقلت جنود، يعني ليس لها قوة نارية، وأن تمتاز بأنها يعني مضادة لبعض الألغام وليست لكل الألغام، يعني مرب يعني ماين ريزيستنس ان بيرسونيل، يعني هذه يعني صنعها الأمريكيون منذ وجودهم في العراق من أجل تفادي العبوات الناسفة، لكنها لم تحميهم تماما. طب سيادة العميد، ونحن هذه يعني الآليات، هذه الآليات الأمريكية التي وصلت إلى منبج والتي تصل إلى عين العرب حتى الآن غير كافية لي، وهذا ما سأسألك عنه. يعني نحن نتحدث الآن ونناقش المعطيات على الأرض، يفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني وهي قوة يعني الأولى في العالم عسكريا وتعي ذلك، يعني طبعا. لماذا تقدم على مثل هكذا أو تعلن لقرب فتح معركة الرقة؟ يعني أين توجد القدمة المخفية إنجاز التعبير، مشاركة أكبر أم تحالف مع يعني قوات أخرى؟ مضى سنة ونصف ونحن نسمع قرارات أمريكية بدخول الرقة، منذ أن كان وزير الدفاع الأمريكي السابق إشتون كارتر يطلب من الطائرات أن ترمي مناشير على مدينة الرقة وتطلب من السكان المغادرة، لكن ثم يغير ثم يغير اليوم الجنرال ترامب لا يوجد، الرئيس ترامب لم يحشد قوات أمريكية برية لهجمة الرقة، يحضر قوات سوريا الديمقراطية ويطلب رفضها بالمكون العربي، ويعني التفتيش على مكون عربي وقبوله وتدريبه ثم خضوعه لأوامر الكرد، أيضا عملية معقدة جدا. في هذه الأثناء يعني ما نقوله في هذه الأثناء، الجيش السوري الموجود على ضفاف الفرات أصبح من لو كان هناك خطة، لا أدري الخطة الجيش تماما، بالاندفاع سيطر على دير حافر وهي المانع الأساسي، ثم الاندفاع جنوبا والسيطرة على سد الفرات، يصبح قريبا من الرقة. أيضا كما قالت ديما في مستهل رسالتها أنه إذا تقدم الجيش السوري من التدمر إلى السخنة وبات قريبا من دير الزور، فأنه سوف يقلب الأوضاع التكتية على الأرض بشكل دراماتيكي، ويصبح عندما تصل القوات السورية إلى دير الزور أصبحت جنوب شرق الرقة، صحيح، وعندما تصل إلى سد الفرات أصبحت شمال غرب الرقة. أصبح لدى القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية خيار واحد، هو وجوب التعاون مع الجيش السوري لدخول الرقة. إلى أي حد هذا معطى ليس فقط متروك للاستنتاج العملي، وإنما ربما قد يكون في نوع من الاتفاق بين الروس والأمريكان للوصول لهذه النتيجة، أن يكون هناك تعاون تفرضه المعادلة على الأرض وليس يتم التنسيق حوله قبلا؟ الارتجال عند الأمريكيين أدى إلى كارثة في البوكمال، عندما هيئوا ونظموا قوات سوريا الجديدة من المكون العربي وطلبوا منها الخروج من الأردن والذهاب إلى البوكمال، وصلوا إلى البوكمال ففتكت بهم داعش وقتل معظمهم وفر نحو 20 واحد في البادية بالكاد لو وصلوا بسلام. يعني هذا الارتجال الذي كان يعني يعتمده بعض القادة الأمريكيون وفشل فشلا ذريعا، لا أعتقد أنه سوف يتكرر الآن بدفع القوات الكردية جنوبا لكي تمنى بخسائر فادحة من داعش وهي غير مؤهلة وغير جاهزة وغير متوازنة مع داعش. لا يمكن الدخول إلى الرقة كعاصمة الخلافة الإسلامية إلا بالتنسيق مع الجيش السوري ومشاركة سورية. أقول هذا وأؤكد أنه سيتم المشاركة في حال تقدم الجيش السوري باتجاه الطبقة أو باتجاه السخنة دير الزور. كيف يمكن رصد يعني السيناريوهات أو المعطيات أو الاحتمالات حتى بالنسبة لحركة الجيش السوري؟ نحن نتحدث عن احتمالات بناء على معطيات على الأرض، هل هناك ما يؤشر بأنه الحركة العسكرية هذه ستستمر باتجاه الرقة أم ستشكل ما يشبه قوس المحاصرة يعني في النقاط التي وصل وسيصل إليها؟ الهجوم من تدمر إلى السخنة وملاقات القوات بدير الزور من شأنه أن يقلب الأوضاع كليا في بادية الشام ومجرى نهر الفرات، هذا مهم جدا. وديما قبل قليل قالت أن هناك غارات على السخنة،
يعني والسخنة تبعد نحو 70 كيلومتر عن تدمر، وعمليا عن القوات السورية نحو 40 إلى 50 كيلومتر. في حال تقدمت وسيطرت على السخنة وهي عقدة في البادية، نكون قد حققنا كجيش سوري حقق تقدم كبير يعني في تلك البادية. أيضا موضوع الطبقة الرقة من جهة دير حافر، حتى الآن يعني كل الأنباء تشير إلى أن الجيش السوري يعني سيطر على مناطق واسعة شرق حلب واتصل بمجرى نهر الفرات، لكن لم يصدر قرار بعد بالاندفاع جنوبا. أعتقد أن التحضيرات الأمريكية ستكون بطيئة للدخول الرقة، خصوصا أن هناك خلاف كبير مع الجانب التركي، وأي زيارة لمكيرك أو قبله لجوزيف فوتل إلى الأكراد هي تستفز الأتراك والجانب التركي الذي يعتبر أن الأكراد هم إرهابيون يعني، وربما الكثر يريدون أن يحجزون مكان. لا مناص لا مناص إلا المقبلة. إلا الكلام مع سوريا سياسيا والتنسيق مع الجيش السوري ميدانيا. أهلا بكم من جديد في الميدانية من الميادين. تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس بعد معارك عنيفة بين قوات حكومة الإنقاذ وحكومة الوفاق، كما فرضت غرفة عمليات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق حظرا للتجوال في كامل مدينة سرت وضواحيها. دلول حديدة. آخر معارك خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الليبية على ما يبدو في العاصمة طرابلس. الرجل المتحصن في قصور الضيافة منذ تنازله عن الحكم لصالح حكومة الوفاق قبل نحو سنتين يفقد السيطرة على حصونه ويصاب في معارك أراد من خلالها الاستيلاء على مقر حكومة المجلس الرئاسي. قوة الردع والتدخل التابعة لحكومة الوفاق أحكمت السيطرة على قصور الضيافة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات موالية لحكومة الإنقاذ. الجولة الدموية من تصفية الحسابات السياسية أسفرت عن قتلى وجرحى. المجلس الرئاسي وبعد حسم المعركة أعلن عن اتفاق يقضي بخروج جميع الكتائب من طرابلس خلال أجل أقصاه شهر، متزامنا مع اتفاق آخر لوقف إطلاق النار وخروج كل الكتائب والتشكيلات المسلحة من العاصمة وفق بند الترتيبات الأمنية الوارد بالاتفاق السياسي في صخيرات. في الاتفاق الأخير أيضا تم تكليف الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتأمين وحماية مقر قصور الضيافة. الاجتماع الأمني الذي انعقد في قاعدة بوستة البحرية بحضور سياسيين وأعيان وعسكريين من طرابلس ومصراتة نص على إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وتكليف الفرقة الأمنية 17 للأمن المركزي بتأمين طريق المطار، مع تأليف لجنة مشتركة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع لمتابعة تنفيذ خروج كل الكتائب والتشكيلات مسلحة وإعادة انتشارها خارج العاصمة. نقرأ مشاهدينا في الميدان الليبي مباشرة إليك من جديد سيادة العميد فيما شهدته العاصمة الليبية بالأمس. لنا أن نرصد وإياك توزع أو تغير يعني القوى والنفوذ. نعم رامية، وضع الليبي معقد ومتشابك إلى حد كبير. يعني أولا هنا في العاصمة طرابلس هناك حكومة الإنقاذ الوطني يوسف الغويل، وهي أنشئت عام 2014 وكانت من أولى الحكومات ضد القذافي. ثم عندما تم التوصل إلى اتفاق الصخيرات عام 2015 تشكلت حكومة برئاسة سراج، حل الغويل حكومته وفسح المجال لحكومة الوفاق الوطني في العمل. عندما عجزت حكومة الوفاق عاد الغويل إلى العمل وأصبح في طرابلس حكومتان، حكومة إنقاذ وحكومة وفاق، كل حكومة لها يعني أنصارها وتتقاتل فيما بينها وتتوصل إلى اتفاقها توقف إطلاق النار في هذه المنطقة. المنطقة الخضراء هذه هي منطقة حكومة الوفاق، والمنطقة الخضراء الغامقة هي ليوسف الغويل الإنقاذ. الخليفة حفتر انبثق عن حكومة عن مجلس نواب تبرق وحكومة عبد الله الثاني وعين قائدا للجيش، وهو ضابط قديم يعني عمره نحو 70 عاما يعني، وكان قد قام بحركة انقلابية ضد القذافي في مطلع التسعينات وفر إلى خارج البلاد وعاد. اليوم الجيش الليبي بقيادة اللواء حفتر يتمتع بشرعية مستمدة من مجلس النواب. حكومة الوفاق سراج لم ينال ثقة مجلس النواب، صار في انقسام يعني هناك ثغرة دستورية. يتمتع حفتر بدعم دولي وتسليح، استطاع السيطرة على كل هذه المنطقة، وعندما جاء أنصار الشريعة وسيطروا على
الهلال النفطي. مسألة أسبوع إلى أسبوعين عاد استعاد الهلال النفطي بكامله وبات تحت سيطرته. اليوم فشلت محاولات جمع خليفة حفتر وهو يسيطر على هذه المنطقة الشاسعة من ليبيا مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، وذلك بسبب رفض حفتر الالتقاء بالسراج نظرا لأنه لا يتمتع بثقة المجلس. أما يوسف الغويل فهو يكافح للمحافظة على حصته في الكعكة السياسية في ليبيا في هذه المنطقة. الوضع شبه معقد. الوسيط الأسبق الأمم المتحدة خلق هذا الوضع في الصخيرات، ترك حكومتان في منطقة طرابلس تتنازعان، والحكومتان أيضا تتنازعان مع خليفة حفتر، والبنيان المرصوص التابع للوفاق شن حربا ضد داعش في سرت، وهناك أيضا أنصار الشريعة التابعين لتنظيم القاعدة ساعدوا طرابلس بالسيطرة على الهلال النفطي، لكن خليفة حفتر استعاد هذا الهلال. يعني هناك مناطق لداعش في الشرق، نعم، ومناطق تقريبا يعني تحت سيطرة ما يسمى بالقاعدة أو أنصار الشريعة في الغرب. يعني حتى على صعيد التنظيمات الإرهابية هناك توزع بين توزع جهوي، يعني أنصار القاعدة في الغرب وأنصار داعش يعني بين خليفة حفتر وخليفة الغويل. وبالنسبة لفائز السراج، نعم، نحن نتحدث الآن عن خروج الغويل من المعادلة، وبقية يعني المعادلة بين خليفة حفتر والسراج وجيش الجيش الليبي يسمى الجيش الوطني الليبي، يعني الذي شن عملية كرامة ليبيا في السابق يعني، وسيطر على هذه المنطقة الشاسعة، وطبعا يتمتع بدعم مصري ودعم إماراتي شديد. لكن في المقابل هناك بعض الدول التي تساعد الإخوان المسلمين تقف ضد خليفة حفتر وتدعم مصراتة وتدعم بعض القوى داخل مدينة طرابلس أيضا. ستبقى معنا سيادة العميد، وننتقل إلى الميدان اليمني، حيث أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل وجرح العشرات من قوات الرئيس هادي والتحالف السعودي خلال إحباط الجيش واللجان الشعبية عملية إنزال بحري. الإنزال كان مسنودا بالطائرات الحربية والمروحية، وحصل في منطقة المجاليس عند الساحل الغربي لليمن. إلى ذلك نفذت البوارج الحربية للتحالف السعودي قصفا صاروخيا مكثفا على منطقة يختل شرقية مديرية المخ الساحلية. وفي محافظة مأرب قتل وجرح عدد من قوات هادي خلال تصدي الجيش واللجان لعملية تقدمهم باتجاه جبل هيلان في مديرية صروح. هي واحدة من عشرات الغارات التي تنفذها طائرات التحالف السعودي مستهدفة جبال مديرية نهم شرق صنعاء في محاولة للتقدم نحو هذه المنطقة الاستراتيجية. المعارك هناك وصفت بالعنيفة. الجيش اليمني واللجان الشعبية قالوا إنهم أفشلوا الهجوم الذي نفذته قوات الرئيس هادي باتجاه جبل يام في المديرية. المعارك امتدت أيضا إلى مديرية صرواح غرب محافظة مأرب. أما في محافظة الجوف المجاورة فتركزت المواجهات في منطقة صبرين بمديرية خب وشعف شمال المحافظة. مصدر عسكري أكد قصف الجيش واللجان الشعبية تعزيزات قوات هادي غرب جبل النار شمال مديرية المخ جنوب غرب محافظة تعز. أما في الحديدة فأكد مصدر عسكري للميادين إسقاط طائرة أباتشي للتحالف السعودي في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جنوبي المحافظة الحديدة. ما وراء الحدود اليمنية السعودية، وبحسب مصدر عسكري قصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا تحصينات الجنود السعوديين في موقع الهرم وشرق موقع الشبكة، كما قتل جندي سعودي بعملية قنص للقوات اليمنية في موقع الطلعة بنجران. الإعلام الحربي في اليمن نشر صورا لجنود سعوديين قال إنهم قتلوا قرب موقع علب الحدودي أثناء محاولتهم التقدم إلى مواقع لهم كانوا قد انسحبوا منها في نجران.
معنا من العاصمة اليمنية صنعاء مدير مكتب الميادين هناك أحمد عبد الرحمن. أحمد، فيما خص هذا الانزال الجوي الذي حصل في منطقة المجاليس عند الساحل الغربي لليمن، ما الهدف المنشود كان من هذا الانزال، وعلى أي نقاط أيضا تم تركيز الهجوم اليوم؟ نعم، عملية الإنزال البحري تزامنت مع تحليق لطائرة الأباتشي لأول مرة فوق المناطق الجنوبية لمحافظة الحديدة. هذه التطورات المتسارعة في الحديدة، وهي منطقة لم تصل إليها الاشتباكات بعد، لكنها منطقة مفتوحة للغارات الجوية بشكل متواصل. هذه التطورات رامية تأتي بعد يوم من معلومات كشفت عنها صحيفة إماراتية وتحدثت عن بدء الاستعدادات والتجهيزات لما أطلق عليه بمعركة تحرير الحديدة من ثلاثة محاور، من ضمنها المحور البحري على الساحل الغربي للحديدة. واليوم فعليا بدأت البوارج الحربية للتحالف السعودي بالتقدم نحو سواحل منطقة المجيليس، أحمد، منطقة جنوبية. فقط لنوضح، عندما نقول انزال بحري بأنه تم، يعني كما كنت أفهم أو سألتك، من الجوف إلى البحر، أم أنه في شكل آخر عندما نسميه انزال بحري؟ نوضح للمشاهدين. عملية تقدم للبوارج البحرية وعملية انزال بحرية من البوارج وليس من الجو، هذا ما أكدته المصادر العسكرية والميدانية. لكن بالتزامن مع ذلك كان هناك تحليق لطائرات الأباتشي فوق المنطقة، ربما هذه الطائرات كانت في مهمة استطلاعية للمنطقة ومعرفة إمكانية إحداث أي خرق من هذه الجبهة ونقل المعارك إلى مناطق الحديدة الجنوبية. أيضا وزارة الدفاع اليمنية وأيضا المصادر العسكرية تحدثت عن إسقاط طائرة أباتشي باشرتها الدفاعات الجوية بصاروخ أرض جو وأصابها بشكل مباشر وسقطت في المنطقة ذاتها. طبعا محاولة فتح جبهة في الحديدة، هناك استماتة من قبل التحالف السعودي لتضييق الخناق على اليمنيين وأيضا سلبهم آخر الموانئ التي ما زالت تمد اليمنيين بالغذاء وأيضا بالدواء وبالمشتقات النفطية. نعم. هناك عمليات أو غارات جوية متواصلة تستهدف ميناء الحديدة وتمتد إلى مناطق الحديدة شمالا وجنوبا. بعد ذلك، نعم، كان هناك أيضا غارات، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت الخط الساحلي بشكل كامل. إحدى الغارات أو ثلاث من الغارات الجوية استهدفت ثلاث ناقلات في الخط البحري أو الساحلي، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة ثلاثة من الذين كانوا على متن هذه الناقلة. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن، مدير مكتب الميادين في العاصمة اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بهذا نصل إلى ختام الميدانية، نذكركم بعناوينها. القوات العراقية تحرر مستشفى نينا والأهلي غرب الموصل القديمة. الجيش السوري يحرر مرتفعات استراتيجية شرق تدمر، وخبراء روسي للمدينة لإزالة الألغام منها. الجيش اليمني واللجان يصدون هجمات لقوات هادي في المجاليس وصرواح. اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية وحظر للتجوال في سرت. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير، إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشكر أيضا سيادة العميد إياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما قدمته لنا في ميدانية اليوم. إلى اللقاء.